conservative treatment. ايه conservative treatment or strategies دي؟ انا treatment بحاول to maintain على pregnancy ما ولدهاش قبل ما عادها او ما بعملش preterm labor. فدي طبعا بستخدمها امتى؟ لما ما بيبقاش عندي no signs of renal or hepatic dysfunction، ما بيبقاش في عندي مشكلة في الرينال او في الليفر، ما بيبقاش في مشكلة عندهم او ما بيبقاش فيهم dysfunction زي ما احنا اتفقنا في الرينال اوليجيوريا او في الهيباتيك او الليفر بيبقى فيهاش عندي elevated liver enzyme. طيب انا بعمل ايه بقى في الconservative treatment دي؟ اول حاجة بيبقى فيه maintain bed rest وبحطها في lateral recumbent position، ودوت وضع مهم لان احنا اتفقنا ان انا عندي السوباين بوزيشن بيعمل لي هايبوتنشن وديكريز البلاد سبلاي، وانا اساسا عندي ديكريز البلاد سبلاي ديو تو الفاز كونستريكشن، فانا مش عايزه ازود البلاد سبلاي القليل ده، فعشان كده بحطها في اللاترال ريكامبنت بوزيشن. عندي اللي هو مينتين او جود انتي نيتال كير او انتي نيتال فيزيت، وبستخدم طبعا الانفستيجيشن ساتش از سي بي سي عشان اشوف البلاد البلد شوف اللي هي السي بي سي. يبقى اول حاجه في الانفستيجيشن هعمل سي بي سي عشان هشوف اللي هي الهيموليسيس، في عندي هيموليسيس ولا لا، في عندي لو بليتليت كاونت اللي هي ثرومبوسيتوبينيا ولا لا، هشوف لو في عندي اي مشكله، هشوف عندي الكلوتينج ستادي اللي هي البي تي والبي تي تي، هشوف عندي الليفر انزايم هي اخبارها بدات يحصل لها اليفيشن ولا لا، هشوف البليتليت زي ما احنا اتفقنا عشان اعمل اكسكلوجن للثرومبوسيتوبينيا. من ضمن الحاجات المهمة جدا ان انا هقول للومن to monitor her blood pressure. هي طبعا مش دلوقتي مش معايا في المستشفى، هي at home، فهي اللي هتعمل monitor للblood pressure بتاعها، ودوت لازم يبقى daily، وكمان مش daily بس every from 4 to 6 hours، من كل 4 ل 6 ساعات. من ضمن الحاجات المهمة ان انا اشوف البروتينيوريا زي ما اتفقنا، هشوف الفيتال ساينز بتاعتها سبيشال بلاد بريشر، هشوف الانفستيجيشن بتاعتها اللي هي السي بي سي والكلوتينج والليفر انزيم والكلام ده كله. هبدا ان انا اشوف كمان اللي هو اليورين او الاماونت اوف البروتينيوريا ان ذا يورين عن طريق الشرايط بتاعت البروتينيوريا. هقول لها مهم جدا ان هي تعمل مونيتورنج للفيتال موفمنت او تعمل كاونت للفيتال موفمنت، ودي نقطه مهمه عن طريقها بقدر اقول ايه اخبار الفيتال كونديشن، او بعمل اسسمنت للفيتال والبينج اور فيتال كونديشن. من ضمن الحاجات زي ما احنا اتفقنا بيبقى فيه سادن ويت جين، فانا عايزه اتابع حاجه زي كده عشان ما يحصلش سادن ويت جين ويبقى عندها اني ارايز بروبلم وهي مش عارفه، فعشان كده هتعمل مونيتورنج للويت بتاعها ريجولار. من ضمن الحاجات المهمة encourage the woman to drink 6 to 8 glasses of water، تشرب مية كتير. كمان مفروض ان انا هديها sedative، والsedative دي هديها ليه؟ عشان هي عندها headache، فبالتالي هيقلها صداع عن طريق sedative. في كمان هنديها الانتي hypertensive drug، لان مشكلتها الاساسية اللي هي elevation in the blood pressure، فعشان كده انا هديها anti hypertensive drug الدوميت او whatever الحاجة اللي هي هتاخدها. في بعد كده عندي من ضمن الحاجات اللي هي ما بتتاخدش خالص اللي هي الدايوريتكس، لان دوت بيعمل لي اوفرلود على الكيدني، فبالتالي هي بيبقى في مشكله في الكيدني وممكن تزودها لي الدايوريتكس، فانا بعمل لها كونترا انديكيشن. من ضمن الحاجات اللي خاصه عندي كمانجمنت اللي هي بالانسد دايت، بس البالانسد دايت لازم يبقى فيها كرايتيريا للناس اللي هي هايبرتنسيف، واحنا عارفينها اللي هي ديكريز السولت ان دايت، السولت اللي هو الصوديوم، بعمل لي ريستريكشن عشان ما يزود ليش الووتر ريتينشن وبالتالي يزود لي الايديما. بالنسبه للبروتين طبعا بيبقى عندي فيه بروتين يوري اكسس في البروتين ان يورين، فانا هديها المودريت بروتين. في بعد كده عندي المونيتور كلوز الساين والسيمتومز بتاعه السيفير بي اكلامسيا بقى اللي هي سيفير بريزيستنت هيديك والهايبر ريفلكسيا والابيجاستريك بين. يبقى انا لو جيت قلت المانجمنت انا خدتها في اكتر من بوينت. اول حاجه ميديكيشن هديها سيداتيف وانتي هايبرتنسيف دراجز، هديها بالنسبه للنيوتريشن هديها بالانسد دايت ويز سوديوم ريستريكشن او لو سولت ان دايت. بالنسبه للبوزيشن هخليها في اللاترال ريكامبنت بوزيشن. بالنسبه للانفستيجيشن هتشوف الانفستيجيشن بتاعتها اللي هي السي بي سي واليورين اناليسيس والكلوتينج تايم، وهشوف الليفر فانكشن. بالنسبه للفيتال ساينس هشوف الفيتال ساينس بتاعتها سبيشال البلاد بريشر، وهتعمل كمان مونيتورنج للويت بتاعها عشان ما يحصل ليش سادن ويت جين.
دوت بالنسبه للبري اكلامسيا المايلد. انما بالنسبه ريجاردينج تو المانجمنت اوف سيفير بري اكلامسيا لازم على طول تبقى هوسبيتالايزد. يبقى اول حاجه على طول تبقى هوسبيتالايزيشن فور سيفير كونديشن اوف بري اكلامسيا، ودوت بتعمل فور كلوز اوبزرفيشن عشان اقدر اتابعها على طول باستمرار. طب من ضمن الحاجات اللي هي بتتعمل نفس الكلام، في حاجات مشتركه اللي هي كومبليت بيد ريست، وهحطها بردك في اللاترال لاين بوزيشن عشان البلد سبلاي ما يبقاش قليل. طبعا احنا اتفقنا ان هي سيفير كونديشن، في عندها سيفير اليفيشن في البلد بريشر وهيديك وبلر ديفيجن والكلام ده كله، فلازم الانفايرمنت نفسها اللي يبقى ليها كرايتيريا تحط في دارك وكوايت روم. ليه الدارك وكوايت روم تبقى ضلمه وهاديه؟ لان احنا عارفين ان الفيجرس لايت او النويزي بيعمل استيميوليشن او اوفر استيميوليشن، فبيزود للهيديك اللي بيبقى موجود في السيفير كونديشن في حالات البري اكلامسي. احنا اتفقنا في السيفير كونديشن بيبقى ممكن يحصل فيها عندي كونفولشن، فبالتالي منتين للسيزر بريكوشن زي ايه؟ زي ريز سايد ريلز، ارفع الجوانب بتاعت السرير عشان ما تحصلش كونفولشن فبالتالي تقع يحصل لها فول فبالتالي يحصل لها فراكشر. هديها الاكسجين لان بيبقى فيه ديكريز للبلاد سبلاي اللي رايح للماسلز نتيجه السويتشنج بيبقى موجود. بيبقى كمان من ضمن الحاجات بيبقى فيه عندي الامرجنسي اكويبمنت، بيبقى كمان عندي السكشن عشان لو حصل اكسسيف للسلايفيشن ما يحصلهاش سافوكيشن ويحصل لها مشكله. في السيفير كونديشن بردك بستخدم المغنيسيوم صلفيت. يبقى المغنيسيوم صلفيت دوت يعتبر انتي هايبرتنسيف دراج، وفي نفس الوقت بيقلل لي الكونفولجن او ما بيخليش الكونفولجن ان هي تحصل، ودي مهمه جدا. واحنا طبعا خدنا بالنسبه للحاجات اللي احنا عارفينها اللي هي الساينس بتاعت الاوفر توكسيستي اوف مغنيسيوم صلفيت، وكمان ازاي ان اعمل ديب تندون ريفلكس عشان ابقى عارفه في ساينس بتاعت التوكسيستي وفي المغنيسيوم صلفيت ولا لا. Regarding to the management of women who undergoing to take magnesium sulfate therapy. طبعا اول حاجة لازم اعمل monitor للسيرم magnesium level every 4 to 6 hours. ده عشان اشوف ان ما يزيدش الليفل بتاع المغنيسيوم سلفيت ويعمل لي الاوفر توكسيستي، ودي نقطة مهمة. كمان هعمل monitor للساينس والسيمتومز بتاعت التوكسيستي وفي المغنيسيوم سلفيت عشان لو لقيت اي حاجة منهم هبتدي اتدخل واديها الانتيدوت اللي هو الكالسيوم جلوكونيت. ايه هي الساينس دي نفسها بتاعت التوكسيستي او في المغنيسيوم صلفيت؟ ودي مهمه ان انا يعني اعمل لها جود مونيتورنج. اول حاجه هعمل تشيك فور الانكل كلونس، ودي احنا عارفينها. الحاجه اللي بعد كده ريسبيريتوري ريت هشوف، لان انا عندي المغنيسيوم صلفيت اوفر توكسيستي او في سيفير ليفل بيعمل لي ريسبيريتوري ديبريشن فبالتالي بيقلل لي الريسبيريتوري ريت. فلما اجي اشوف الريسبيريشن الطبيعي عندي من 14 ل 16 بيت بير مينت، لو قل من 14 يبقى معنى كده ان في مشكله في الريسبيريشن، ودوت انديكيشن ان في اوفر توكسيستي للمغنيسيوم صلفيت. الحاجه اللي بعدها اللي هو اليورين اوت بوت، لان احنا اتفقنا بيبدا يعمل لي ديكريز لليورين اوت بوت، فبالتالي لازم اشوف اليورين اوت بوت، والطبيعي ان هو ما يقلش عندي عن 30 ملليلتر بير اور. كمان من ضمن الساينس اللي ممكن تظهر نتيجه الانكريز الليفل اوف المغنيسيوم سلفيت ان ذا بادي فلاشينج، which is meaning redness of the face. بيبقى الوش محمر كده وبيبقى مزنهر زي ما احنا بنقول. بيبقى فيه عندي انكريز للسويتنج، وبيبقى فيه هايبوتنشن. طبعا انا بديله عشان يقلل الضغط، لما تجيب ليفل اعلى هيزود لي الضغط قوي فهيعمل لي هايبوتنشن. زي ما اتفقنا بيبقى فيه كارديك وسنترال نيرفس سيستم ديبريشن. لازم هبقى مجهزة في المانجمنت بتاعتي الكالسيوم جلوكونات اللي هو 1 جرام، ودوت لازم يبقى افيلابل عشان في حالة التوكسيستي دوت الانتيدوت. وده سؤال مهم جدا، ذا انتيدوت فور مغنيسيوم سلفيت which is وهو الكالسيوم جلوكونات. في بعد كده ادمنستر الجلوكوكورتيكويدز او الكورتيكوسترويدز اللي هي الكورتيزون، ودوت انا بديه للوومن فور انهانس اللانج ماتوريتي عشان تحسن لي اللانج ماتوريتي او النمو بتاع اللانج اوف ذا فيتس. ليه؟ لان هي اتريسك ان يحصل لها بري تيرم ليبر، زي ما اتفقنا اتريسك ان يحصل بري تيرم ليبر والطفل يخش لي في بري ماتوريتي، فعشان لو اتولد قبل ميعاده ما يكونش فيه لانج ماتوريتي فيحصل لي ريسبيراتوري ديستريس سندروم اللي هو الار دي اس، فانا بديها الكورتيكوسترويد دوت عشان انهانس اللانج ماتوريتي، عشان لو هو اتولد بري ماتور between 26 to 35 weeks of gestation ما يخش ليش زي ما اتفقنا في RDS او respiratory distress syndrome.
اكتر الانكنترولد كيسز، مش قادره اعمل كنترول البلاد بريشر، او ممكن تؤدي لي للماتيرنال مورتاليتي، فساعتها انا لازم اعمل ترمينيشن اوف بريجننسي ان انا اولدها، ايفن اف جيستيشنال ايج ليس ذان 36 ويكس، او حتى لو هي ما وصلتش للتاسع انا مضطره ان انا اولدها قبل ميعادها تو سيف اللايف اوف ذا وومن. اخر حاجه واحنا عارفينها اللي هي اساس الديب تندون ريفلكس. Regarding to the management of eclampsia, the first care for eclampsia, احنا عارفين ان الاكلامسيا بتبقى associated with convulsion. فانا هعمل management للwoman during the convulsion and after convulsions. During the convulsion هعمل call for help. لازم حد يساعدني. الحاجة اللي بعد كده maintain clear airway. اتفقنا بيبقى فيه عندي excess salivation فممكن يعملي suffocation، وممكن تعمل beating للtongue، فانا لازم اعمل maintain للairway. في بعد كده اللي هو increase الoxygen supplementation، لازم هديها اكسجين عشان السبازم بتاع المسلز دوت ممكن يزود لي cyanosis اللي بيبقى موجود وdecrease الoxygenation. زي ما احنا اتفقنا اهمية البوزيشن بتاع ان هي تتحط في lateral side position، ودي نقطة مهمة. اولا عشان ما يعمليش الاسبيريشن من الفوميتس او من الاكسسيف سالايفيشن، حاجه بعد كده اللي احنا قلناها من شويه اللي هي بريفنت السوبين هايبوتنسيف سندروم. في عندي اللي هي بروتكشن للوومن فروم انجري باي ريزنج، ان انا ارفع اكسايد ريلز اب، ان انا ارفع الجوانب بتاعه السرير. في عندي اوبزرف وريكورد للكونفالجن اكتيفيتيز، اشوف الديوريشن بتاعتها واشوف التايم عشان اقدر احدد هي في انهي ستيج من convulsion. Regarding to the care of women with pregnancy induced hypertension after convulsion، هنتكلم عن الكير after convulsion. اول حاجة هعمل suction from trachea لان انا عندي increased salivation، فبالتالي عشان ما يحصليش suffocation فانا هستخدم suction machine for suction. الحاجة التانية insert IV line عشان انا هديها اي solution، وعشان اهديها كمان مغنيسيوم سلفيت. من ضمن الحاجات المهمه ان انا هعمل ريكورد للتايم والديوريشن بتاع الكونفالجن عشان اشوف هي في انهي ستيج، اللي احنا اتفقنا كل ستيج ليها تايم او ليه ديوريشن. في عندي اوبزرف فور اني يورينري اور فيكال انكونتيننس، انا عندي في الكولونيك ستيج بيبقى في انترميتنت كونتراكشن اند ريلاكسيشن اول اوفر ذا بودي سيستم ماسلز، فبالتالي ممكن يحصل عندي انفولنتري urination or defecation، فعشان كده انا عايز اشوف لو في اي urinary او fecal incontinence نازل غصب عنها اليورين او الستول. The next monitor the fetal condition or adverse effect، يعني هعمل monitoring the fetal condition through what. اول حاجة by ultrasound هشوف في intrauterine growth restriction or retardation، في تأخر في النمو الجنين من خلال growth development اللي هيظهر لي في الديامترز بتاعت الالتراساوند. هبدأ اشوف الدوبلر، هشوف البلاد سبلاي راح للفيتل بدأ يبقى قليل ولا لا، وفي ديكريز الاكسجينيشن ولا لا. هبدأ اشوف كمان وهعمل مونيتورنج للفيتل موفمنت، او هاسكينج الوومن اباوت الفيتل موفمنت، هل في ديكريز للفيتل موفمنت، فده بالتالي هتبقى انديكيتورز للفيتل كونديشن هل حصل له اي كومبليكيشن ولا لا. طيب اخر حاجة بقى اللي هي اسسمنت اوف يوتراين كونتراكشن اند سيرفايكال ستيتس. في بعض الكونديشن ممكن تبقى كامد باي premature contraction، تخش لها contraction قبل ميعادها، وفي cervical dilatation، فدي من ضمن النقط المهمة ان انا اعمل لها assessment after conversion. هنا بعد ما خلصنا المحاضرة حتى two questions كده عشان اشوف الدنيا معاكم ماشية ازاي، نحلهم مع بعض. نيجي first question: a client with severe preeclampsia should be given magnesium sulfate for prevention of A. bigastric pain B. oliguria C. headache D. seizures. انتوا ايه رأيكم؟ هتبقى الاجابة الصحيحة اللي هي رقم D اللي هي seizures. احنا اتفقنا ان المغنيسيوم سلفيت هو يعتبر حاجتين اثنين انتي هايبرتنسيف، الحاجة التانية ان هو بيعمل prevention من seizures او convulsion. The second question: nursing intervention for a client with severe preeclampsia include number A. Rebert urine output less than 30 milliliter per hour. Increase salt intake. Number C. Encourage physical activity. Number D. Give mild analgesia for headache. يبقى nursing intervention لما نيجي نشوف البرايورتي بالنسبة للسيفير بريكلامسيا هشوف ايه اول حاجة في السيفير كونديشن. ها؟ طبعا
طبعا اكيد مش الانالجيسيا عشان الهيدك، اكيد مش الانكارج الفيزيكال اكتيفيتي لان احنا بنموت البيد ريست، مش انكريز السولت ان دايت لان انا المفروض بعمل ديكريز للسولت ان دايت ودي مش من ضمن البريورتي كمان. يبقى هي نمبر ايه اللي هي الريبورت اليورين اوت بوت ليس ذان 30 ملي لتر بير اور، ودي نقطه مهمه لان معنى كده ان في عندي رينال امبيرمنت اللي هي اليوريا زي ما احنا اتفقنا. وكده انا خلصت المحاضره، ثانك يو، وان شاء الله باذن الله تكون اتفهمت. وانا مستنيه لو في اي كومنت او اي كويتشن انا جاهزه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.